أهلا بكم مشددا مشاهدينا في الجزء الثاني من البرنامج، نخصصه لتسليط الضوء على الحملة التواصلية أطلقتها المندوبية السامية للتخطيط الخاصة بالإحصاء العام للسكنة والسكنة للسكان والسكنة 2024. لمناقشة هذا الموضوع يسعدنا كثيرا أن يكون معنا من الدار البيضاء الأستاذ الدكتور عبد اللطيف كومات، وهو عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء. أهلا وسهلا بك دكتور معنا، كما يسعدنا أن يكون معنا من الرباط الأستاذ الدكتور محمد جدري وهو خبير اقتصادي. أهلا وسهلا بك دكتور جدري معنا. أبدأ معكم دكتور عبد اللطيف كومات، نتحدث عن حملة تواصلية، ما الأهداف منها بعد قبل شهور من انطلاق هذا الإحصاء؟ هو عملية يعني في حجم عملية إحصاء السكنة والسكن والسكنة هي عملية ضخمة، يعني يتجند لها عدد من الأطر اللي غادي يكون عندهم إن شاء الله ابتداء فاتح شتنبر لقاءات مباشرة مع السكان. لهذا كان من الضروري أن يكون عمل يعني حتى من ناحية التواصلية، يعني من آليات التواصل، من شعارات هذه الحملة، من الوسائل يعني التكنولوجية والتواصلية اللي غادي تستعمل يعني للتواصل مع السكان، وثانيا لتحسيس السكان بأهمية هذه العملية والواجب المنوط بهم بالانخراط فيها بفعالية، لأنه هذا كما قال صاحب الجلالة الذي نادى يعني الساكنة بأنها تنخرط بفعالية، لأن الهدف يعني الأسمى من عملية إحصاء السكنة والسكان والسكنة هو لصالح المواطن، لأن كل هذا هو الهدف منه، هو يعني الوصول المعلومة بالنسبة لحاجيات السكان، بالنسبة الوضعية الاجتماعية الاقتصادية، لبلورة سياسة عمومية لصالح السكان. لهذا يجب يعني على المغاربة، وهذا في الحقيقة هو يعني اليوم المغرب له تجارب عدة، لأن احنا في الدورة السابعة ويعني كان تجارب سابقة للمغاربة بصفة عامة، اليوم كيعرفوا حجم هذه العملية وكيعرفوا بأنها هي يعني صالح يعني التنمية البلاد ديالهم والانخراط ديالهم هو واجب، ولكن يجب يعني من تذكير، يجب من تحسيس، يجب من التواصل، وهذا هو العملية اللي انطلقت ابتداء من اليوم اللي غادي تمتد لأسابيع، باش إن شاء الله ملي نبداو في عملية الإحصاء فاتح شتنبر يكون جميع المغاربة مجندين وعندهم علم يعني بالأهداف ديال هذه العملية الكبرى. طيب دكتور شدري، ما نريد أن نقترب أكثر من جوهر هذه العملية، ما المطلوب تماما من المواطنين من أجل إنشاء هذا الإحصاء، خاصة وأنهم حلقة ضرورية في العقد التام لهذا الإحصاء؟ بطبيعة الحال يعني المواطن المغربي والمواطنة المغربية هي الحلقة الأقوى في هذا الإحصاء العام للسكان والسكنة، وبالتالي المشاركة لجميع المواطنات والمواطنين في الإحصاء العام للسكان والسكنة هو أمر اللي هو مطلوب جدا، وبالتالي كنشوفوا بأن هو اللي مطلوب منهم هو ان اليوم ما كنشوفوا هذه الحمله التواصليه ديال المندوبيه الساميه للتخطيط كتجي باش انها يعني اول حاجه عندها واحد مجموعه من الاهداف اللي هي اساسيه. اول حاجه هو ان كنقولوا اليوم المواطنات والمواطنين المغاربه بان كاينه واحد العمليه احصائيه اللي غتشمل جميع الاسر في شهر شتنبر القادم، واللي غتكون فيها واحد المده تقريبا ديال شهر، اللي غيجيو عندكم واحد مجموعه من الباحثين باش انهم يسولوكم في واحد مجموعه من الامور. الامر الثاني اليوم مطلوب من المواطنات والمواطنين انهم يدليو بواحد المعلومات اللي هي صحيحه، لان هذه المعلومات الصحيحه هذه هي اللي غتمكن غدا وبعد غدا الفاعل الحكومي والفاعل السياسي باش ان يرسم واحد السياسات عموميه اللي هي تستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين. وبالتالي قد ما كان المواطن اليوم منخرط وعطى واحد المعلومات اللي هي دقيقه في هذا الاتجاه، قد ما غتكون المخرجات الاحصاء العام للسكان والسكنه هي مخرجات اللي هي دقيقه.
امر ثالث اللي غتشملوا كذلك هذه العمليه التواصليه ان هي كتقول بان هذه المعطيات اللي غيعطيوها المواطنات والمواطنين عندها واحد الطابع ديال السريه، وبالتالي اليوم ما يمكنش ان هذه المعلومات اللي غادي نعطيو حنايا للباحثين ديال المندوبيه الساميه تخطيط ان غدا وبعد غدا غنلقاوها عند الاداره العامه ديال الضرائب او مثلا عند صناديق التقاعد او مثلا عند الضمان الاجتماعي او غيرها من القطاعات، وبالتالي هي معلومات سريه وغادي ناكدوا عليها في هذه الحمله التواصليه ديال المندوبيه. امر اخر هو ان خص يعرف المواطنات والمواطن بانهم الا بغاو يحسنوا مثلا من الولوج الى التعليم، من الولوج الى الصحه، من الولوج الى الثقافه، من الولوج الى الرياضه، من يعني توفير واحد مجموعه من فرص الشغل، خاص تكون عندنا واحد المعطيات اللي هي دقيقه، واحد المعطيات اللي هي مهمه. في هذا الاتجاه هذا كتجي هذه الحمله التواصليه اللي بداتها المندوبيه الساميه تخطيط منذ اشهر عده، بحيث ان يعني مع بدايه السنه ديال 2024 تلقات واحد طلب عروض لمجموعه من الوكالات ديال التواصل بواحد غلاف مالي اللي فيه واحد 16 مليون ديال الدرهم، 3 مليون درهم فيها يعني حصريا لكل ما يتعلق بالتواصل الرقمي ديال الديجيتال، باش ان لان اليوم غنستعمل واحد مجموعه من الامور الرقمنه، وبالتالي يعني ماشي غريب وان غدا وبعد غدا غنلقاو وصلات اشهاريه ديال الاحصاء في الفيسبوك، في الانستغرام، في الواتساب، في التيك توك، في مجموعه من وسائل التواصل الاجتماعي، باش نوصلوا المعلومه للمواطنات والمواطنين، لان انخراطهم هو اللي غينجح هذه العمليه هذه اللي كنذكروا بها بانها عمليه ضخمه كنديروها فقط مره واحده كل 10 سنوات، وبالتالي احنا اليوم في مرحله مفصليه لاننا كنديروا تنزيل النموذج التنموي الجديد، وكنديروا تنزيل ورش الحمايه الاجتماعيه اللي فيهم واحد مجموعه من الامور اللي هي يعني تشوبوها مجموعه من الاخطاء. هذا الاحصاء العام للسكان والسكنه هو فرصه مواتيه للمواطنات والمواطنين باش نحسن واحد مجموعه من الامور لرسم سياسات عموميه تستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين المغاربه على الاقل خلال 20 سنه المقبله. طيب دكتور كومات، أعود إليك، ما هي الأسئلة التي نحتاج لإجابات عليها؟ ماذا ننتظر من هذا الإحصاء؟ هو أولا كما يدل على ذلك اسمه هو إحصاء للسكان، أولا يعني يجب أن نعرف هيكلة يعني السكان داخل بلادنا. كنعرفوا بأن كاين واحد تغير يعني في المنظومة ديال السكان ديال المغرب، مثلا الى اليوم يحاولنا نشوفوا يعني بعض الاحصائيات كنلقاو مثلا بان الاسره المغربيه اللي كانت كتكون يعني بواحد المعدل ديال 7 أطفال للعائله، اليوم تقريبا المعدل ما كيتعداش 2 أو 2.5. هذا كيعطينا واحد التحول ديال يعني المجتمع ديالنا، كيعطينا ايضا معلومات على نسبه الشباب، على نسبه الاقبال على الشغل، على التعليم، كيعطينا ايضا نسبه ديال يعني الناس اللي كيوصلوا لواحد السن ديال الشيخوخه واش هي الحاجيات ديالهم. اذا هذه المنظومه يعني الاجتماعيه هي مهمه، لان هي اللي كتبني يعني السياسات، كانت سياسات تعليميه، كانت سياسات اللي موجهه للشباب، كانت السياسه اللي موجهه للنساء. كنعرفوا مثلا ان في المغرب اليوم عندنا واحد الاهداف ديال يعني النشاط الاقتصادي للمراه اللي خصو يرتفع، خصنا نعرفوا اليوم شنو هي الوضعيه ديال المراه بالنسبه للولوج الى التعليم الى الشغل. هذه معطيات يعني ديال الهيكليه للسكان داخل بلادنا. ايضا يعني المحور الثاني هو السكنة، يعني كتعرفوا بأن السكنة هي يعني ضروريات أساسية للحياة، خاصنا نعرفوا اليوم الهيكلة ديال السكنة داخل بلادنا كيفاش موزعة، خاصنا نعرفوا أيضا نسبة السكان اللي في الميدان القروي اللي في الميدان الحضري، كنعرفوا أيضا بأنه كاين واحد النسبة ديال السكان يعني اللي في الميدان الحضري اللي كترتفع اللي اليوم كتوصل لواحد 60% في آخر إحصاء اللي كان في 2014، ولكن هي قابلة للارتفاع. يمكن يعني هذا الإحصاء ديال 2024 اللي يبين لنا بأن في المجال الحضاري كاين واحد النسبة أكثر من 60%. هذا محور أيضا هام، وكاين هناك محاور يعني
يعني اللي كتشمل جميع مناحي الحياة، لا من يعني المسائل الاجتماعية، لا من يعني المسائل اللي كتهم الشغل التشغيل، اللي كتهم الطرق، اللي كتهم الوسائل الحركية ما بين داخل المدن، ما بين المدن، اللي يعني جميع ما يهم الحياة اليومية للمواطن هو كي يتم رصده بواحد الطريقة شمولية. وهذا طيب. هو يعني اللي كيميز الإحصاء، هو أننا المغرب حنا كنعملوا دراسات موسمية على جميع يعني مناحي الحياة، ولكن الإحصاء العام للسكان والسكنة هو كيعطينا منظور شمولي، وكيعطينا واحد المعطيات شاملة لكي يمكن لها تمكن الدولة أنها تبني سياسات عمومية على واقع اللي كيعيشوه المغاربة. طيب، على مدى دكتور محمد جدري هناك استمارتان، استمارة خاصة بالسكان كلهم واستمارة أخرى خاصة ب 20% فقط من السكان، وتشمل خاصة الناحية الاقتصادية هكذا؟ تماما كيف ما كنعرفوا فان هذا الاحصاء العام ديال السكان والسكنه غيكونوا فيه واحد جوج الاستمارات اللي هي اساسيه. ممكن نسميو الاستماره الاولى بانها استماره ديموغرافيه، باش نعرفوا اول حاجه العدد ديال السكان ديال المغاربه اللي كاينين اليوم، واش هما 40 مليون واش اقل من 40 مليون. هذه النسبه هذه شحال فيها ديال الذكور، شحال فيها ديال الاناث، شحال فيها ديال الناس كتكونوا في العالم القروي، شحال الناس في العالم الحضري، شنو هي الفئات العمريه ديالهم، واش الهرم ديالنا يعني اساسه شباب او اساسه يعني شيوخ. نعرفوا كذلك واحد المجموعه من الامور متعلقه كذلك بالسكنه، واش الناس المغاربه كيفضلوا واحد المنازل او واحد الشقق. في المجال الحضري شنو هي النسبه الكبيره، في المجال القروي شنو هي النسبه الكبيره. وكذلك غتكون واحد الاستماره ثانيه اللي غتساعدنا باش ممكن نسميوها واحد الاستماره سوسيو اجتماعيه اقتصاديه. هذه الاستماره هذه هي اللي غادي يكونوا فيها واحد مجموعه معطيات اللي غتساعدنا في تنزيل النموذج التنموي الجديد، والتنزيل كذلك ورش ديال الحمايه الاجتماعيه. غيتسالوا واحد مجموعه من الناس واش عندهم تامين اجباري على المرض، واش هو يا في اطار يعني ديال التامين الاجباري على المرض ديال الدوله، او مثلا عندهم واحد التامين اللي هو خاص. كذلك غيتسالوا واش عندهم واحد المعاجل الشيخوخه، شحال النسبه ديالهم. غنسالوا كذلك النسبه ديال نشاط ديال النساء او ديال الرجال في العالم الحضاري في العالم القروي. هذه امور مهمه غتخلينا اننا نعرفوا البنيه ديال المواطنات، واش كيشتغلوا في قطاع اللي هو حر، واش عندهم مقاولات ديالهم، واش كيحبدوا انهم في الوظيفه العموميه او في قطاع الخاص. واحد مجموعه من الامور اللي غتساعدنا باش اننا غدا وبعد غدا احنا بغينا نمشيو في النموذج التنموي الجديد ديالنا، بغينا نشجعوا الاستثمار الخاص، وبالتالي خاصنا نفهموا التركيبه ديال المواطنات والمواطنين، وكذلك نعرفوا التفاوتات المجاليه. والصحيح ان في مجموعه من الجهات هناك نقص في التكوين، نقص في الولوج الى الخدمات الصحيه او الخدمات الاجتماعيه بصفه خاصه، وبالتالي كل هذه الامور مجتمعه هاد جوج استمارات اللي هما استمارتين مكملتين لبعضهما البعض، غيعطينا واحد النظره اللي ممكن نسميوها 360 درجه كيف ما كتسميها مندوبية السماء القط، اللي غتعطينا كل الامور باش ان يعني غدا ممكن نصحوا واحد مجموعه من الامور المتعلقه بورش الحمايه الاجتماعيه، وكذلك اننا ننزلوا النموذج التنموي الجديد ديالنا اللي باغي يشجع الاستثمار الخاص، اللي باغي يشجع نسبه النساء وصلوا ل 45% خلال سنه 2035، اللي بغينا نوصلوا واحد المستوى ديال من بين 60 دوله رائده في كل ما يتعلق بالقطاع ديال التعليم، بغينا نخرجوا واحد مجموعه من الاسر من عتبه الفقر، بغينا نرفعوا من الناتج الداخلي الخام. واحد مجموعه من الامور ضروري ان خصو يكون عندنا واحد الاحصاء عام اللي هو مهم، اللي فيه معطيات اللي هي دقيقه واحصائيات اللي مهمه. هذا الشيء علاش كناكدوا بان هذه الحمله التواصليه غتوصل لجميع المواطنات والمواطنين في المداشر، في القرى، في الاحياء، في المجال الحضاري، باش انهم يعطيوا واحد المعلومات اللي هي دقيقه، لان هذه المعطيات هي اللي غتخلينا اننا خلال قادم السنوات ننزلوا واحد مجموعه من السياسات العموميه التي تعني المواطن المغربي بدرجه خاصه. طيب بروفيسور كومات، فيما يتعلق بالتطور الاقتصادي وهي الاستمارة الثانية التي تعني 20% تقريبا من السكان، هذه الاستمارة على أي الإجابات تبحث؟ هي كما تفضل صاحب الجلالة، هو هذا الإحصاء غادي يمكننا نمشي قدما في بلورة النموذج التنموي لبلادنا، يعني على يعني ركائز يعني وعلى معطيات واقعيه، وثانيا على بناء يعني المجتمع اللي اليوم هو
مجتمع اللي عنده واحد يعني ركائز اجتماعية كبرى. إذن هذه المحاور بجوج، يعني النموذج التنموي والدولة الاجتماعية، هي من الأهداف اللي هي أهداف استراتيجية لبلادنا. اليوم هذا الإحصاء اللي احنا إن شاء الله غادي ندخلوا له ابتداء فاتح شوتانبير، غادي يمكننا، غادي يعطينا يعني واحد المعطيات اللي غادي تمكن لنا نمشي قدما في بلورة هاد يعني البرامج الاستراتيجية إلى واقع، ولكن مبني على معطيات صحيحة واللي احنا كنستقيوها من الواقع اليومي للمواطن المغربي. اشنا هي يعني هاد الركائز؟ اولا هو في النموذج التنموي، يعني اللجنة اللي قامت ب يعني تقديم هاد المشروع امام صاحب الجلالة، قامت بواحد يعني الاستشراف لحاجيات المواطن المغربي من خلال لقاءات مع المواطنين المغاربة. واش نخرج من الاولويات؟ اولا كاين التعليم، كاين الصحة، كاين الحركية، وكاين الثقافة. هذه هي يعني المحاور الأربعة اللي هي كاين انتظارات المواطن المغربي. اليوم الإحصاء غادي يعطينا معطيات بالنسبة يعني لجميع هاد يعني الـ يعني الأسئلة، الميادين الاستراتيجية والميادين الحساسة بالنسبة للمواطن المغربي. فين وصلنا في التعليم؟ شحال نسبة التمدرس؟ أشنا هي الصعوبات في العالم القروي؟ كنعرفوا بأن الدولة كانت عملت واحد الميكانيزمات باش تشجع العائلات في الميدان القروي باش ما يغادروش الأبناء ديالهم التعليم، من خلال برامج تيسير، من خلال مليون محفظة، يعني كاين واحد العدد ديال المبادرات. أشنا هي الوضعية اليوم أيضا بالنسبة للصحة، بالنسبة للحركية ووسائل النقل، وبالنسبة للثقافة اليوم الواقع ديال الثقافة. هذا المسائل العامة. أيضا هناك أهداف اقتصادية كبرى اللي هي أربعة أهداف كبرى اللي خارجة في إطار النموذج التنموي. أولا اقتصاد تنافسي. أشنا هو الوضعية ديال الاقتصاد ديالنا؟ لهذا كاين استمارة خاصة بالاقتصاد، وحتى الجرد يعني ديال الخرائط اللي قامت بها المندوبية من شهر أبريل 2022 حتى الماي 2023 يعني البنايات وللسكن وأيضا للمنشآت الاقتصادية، باش نعرفوا أشنا هي المنشآت الاقتصادية اللي عندنا، أشنا هي الحجم ديالها، أشنا هي الطريقة. ما هو الموضوع الثاني؟ تداركنا الوقت دكتور. كانت يعني ما كانت الاقتصاد المهيكل، يعني كل هذه معلومات اللي يمكن لنا نستقيوها. وايضا كاين واحد المحور هام غتسمح لي الاستاذه جوهره، هو لانكلوزيون، هو الادماج. يعني من الاهداف يعني ديال النموذج التنموي هو الادماج. اليوم خصنا نعرفوا المغاربه كيفاش هما مندمجين، اولا في الحياه الاجتماعيه، في الحياه الاقتصاديه. واليوم هذا الإحصاء غادي يعطينا واحد يعني المعلومات ضافية بالنسبة لهذا الركائز الاستراتيجية للتنمية اللي كتعرفها بلادنا. بقي دقيقتين دكتور، أريد أن أختم بالورش المهمة المتعلقة بالتغطية الاجتماعية وتنزيل هذا الورش. هذه المعلومات الإحصائية كيف ستؤثر على سيرورة هذا التنزيل؟ لا بطبيعة الحال، لأن اليوم باش نكونوا موضوعيين ونكونوا منصفين، اليوم هذا الشيء كل ما يتعلق بالمؤشر الاجتماعي ديال الأسر ممكن نقولوا بأن فيه مشكل، لأن اليوم السلطات المحلية توصلت بأكثر من 1.5 مليون ديال الشكايات ديال المواطنات والمواطنين. ما يمكنش أن 1.5 مليون ديال المواطنات والمواطنين كلهم غالطين. وبالتالي اليوم كنظن بأن الإحصاء العام ديال السكان والسكنة من شأنه أن يعطينا واحد مجموعة من الإحصائيات اللي هي دقيقة اللي نحس بها تنزيد ورش الحمايه الاجتماعيه، ونوصلوا الدعم المباشر للفئات اللي تستحقه. وبالتالي معلومات دقيقه لماذا دكتور محمد جدري؟ هو اننا نشوفوا بان ذاك المؤشر واش طريقه الحساب ديالو هي طريقه صحيحه ام لا، وبالتالي يعني ممكن اننا نعيدوا فيها النظر خلال القادم من السنوات، باش ان هاد 1.5 مليون ديال الاسر اللي ما كتستافدش اليوم يمكنها او بعضها ان يستفيد خلال القادم من الاشهر. شكرا جزيلا لك دكتور محمد جدري على كل ما تفضلت به. الشكر موصول كذلك للبروفيسور عبد اللطيف كومات على كل التوضيح. شكرا لكم مشاهدين على المتابعة. المزيد من الأخبار دائما على قناتنا ميديا تيفين.com. نرجو أن تتفضلوا بالبقية.